بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله تعالى عليه وسلم، ورضي الله عن صحابة نبينا أجمعين، وعن آل بيته الطيبين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، وعنا معهم بمنه وكرمه وواسع رحمته، إنه أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، وافتح علينا بخير ما تفتح به على عبادك الصالحين وأوليائك العارفين، إنك أنت الفتاح العليم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأخوة الأكارم، أيتها الأخوات الطيبات، واللقاء معكم يتجدد من خلال برنامج رؤياك. نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة، ثم نقوم بتفسير رؤاكم وتعبيرها. معنا اتصال. أخت زينب تفضلي. شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخت زينب. شيخ، أختي حلمانة في جيرانهم محترقين. نعم. هي قاعد تطبخ، تصيح عليهم بيتكم احترق، بيتكم احترق، ما حد نعم ما حد قاعد يسمعهم. طيب نعم. وكان هي راحت وقامت تطفي بالنار. نعم. بديها وبعدين ايديها صار مبيض، هن احترقن بس صار مبيض. نعم. وصار مبيض لحد الساعه. يعني ايدينها صار بيض، يعني احترقن ولا يعني الابيض؟ احترقن هن، احترقن هن بس صار بيض. نعم. طيب زين. هما اخو زينب الله يحفظك، بالنسبه لهم هذول الجيران شلون التزامهم يعني بالعبادات، بالصلاه، بالذكر، بالقران، زينين؟ معانا الاخو زينب؟ ايه. شنو؟ التزامهم الديني بشكل عام شلونهم ذول اهل البيت جيرانكم؟ مو واضح الصوت وياك؟ ايه زينين، زينين هم بالدين. اكو عندهم فد يعني فتنه لا قدر الله، او مشكله خاصه بهم او عامه بمنطقتهم؟ لا لا. طيب خير ان شاء الله، ابشري، تسمعين الجواب ان شاء الله، حياك الله. معنا اتصال. ام يوسف انقطع الاتصال، ناسف من الاخت ام يوسف قطع معها الاتصال. نعم. معنا اتصال جديد. معنا اتصال. الو الو، الاخت صابرين تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا. حياكم الله يا اخت صابرين، الله يبارك بكم يحفظكم، تفضلي. شيخ عندي بس حلم. نعم. نصينا التلفزيون واسمعينا من الجوال. اشتري البستان انا وخطيبي. نعم. ايوه، يعني هو بستان مال التين، وانا وخطيبي وبابا نقلم بيه. بستان تين. اي. نعم. وحلمي الثاني. نعم. انا امشي ويا المسيح. تمشين ويا المسيح؟ اي نعم. قصدش المسيح يعني سيدنا عيسى عليه السلام، ولا قصدش ناس يعني مسيحيين؟ ما سمعت، ما فهمت. تمشين مع المسيح يعني قصدش سيدنا عيسى عليه السلام، لو قصدش ناس مسيحيين؟ لا لا، ويا الناس المسيح يعني هم عندهم عيد وانا امشي وياهم. عندهم عيد؟ اي. زين. انتم يعني المعبدهم؟ نعم. والله بس اقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. نعم. اي نعم. زين اخو صابرين، عفوا، جنابش منين؟ من يا محافظه؟ من بغداد. من بغداد. عندكم ناس يعني مسيحيين جيرانكم، او انت تختلطين بهم لا بالواقع؟ لا اني، لا اني راضعه من المسيح. نعم. اني راضعه من المسيح، رضيعتي مسيحيه. اي. زين، شاركينهم انت باعياد الميلاد او هكذا شغلات؟ لا لا، ما صاركم تحتفل. يعني انا بالله سيدتي، يعني انا على طبيعتي، على مسلمه. تحتفلين انت بعيد ميلادك؟ اي
كل مرة؟ لا. طيب لا خير لا. أبشري أبشري، تسمعين الجواب إن شاء الله، حياك الله. نعم معنا اتصال؟ أم بنين تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أم بنين. الله يرضى عليك. حياكم الله، تفضلي انطونا الصوت شوية شباب. نعم. تفضلي. نعم. السؤال بعيد يعني عن تفسير الأحلام وهي. طيب. بس سؤال تفسر لي في دول قلبك. نعم تفضلي. طيب. شيخي يعني أنا من 2003 تزوجت وما صار عندي طفل. من كم سنة؟ ظليت من 2003 ظليت 17 سنة ما عندي طفل. نعم. فيعني جتني فترة ظليت واحدة فتذكرت بالليل قلت كيف بكر أصوم إن شاء الله. طب صمت ستة أيام يعني ظليت أقيم فيها الليل كله وأبكي. نعم. فذني يعني سبعة أيام والله ورا شهرين يعني وأنا ما أخلي الطبيب ما رحت له يعني قالوا أعطيه 100 سبب جاهل أبد. نعم. والله فهالسبع أيام يعني قمت الليل كله والله وأبكي يعني وأدعي فنخيت دعيت يعني قلت ربي بس يصير عندي جاهل نظر برقص فيه يعني فاليوم اثنين وعشر فأذبحهم يعني. والله يا شيخ ورا شهرين يعني الحمد لله صارت لبنية استعمرها ثلاث سنوات. ما شاء الله. يعني سؤالي يعني صار عندي ذبحت طليان اثنين والعجل ما ذبحته يعني سؤالي هنا يعني شلون اشتر طليان اثنين وذبحت ويا العجل لو شلون تقوى قلبك يا خير. انت يعني اشترطتي بال او يعني حددتي بالنذر انه الى يكون المجتمعات لو ما 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 اي اها اي اي هو هذا السؤال اي والله يا اخي هو قصد السؤال انت يعني باللفظ مالتش او بنيتش يعني انت نويتي انه يكون المجتمعات بوقت واحد طليان وعجل لو المهم تذبحين طليان اثنين وعجل لا قلت انا يا ربي ان شاء الله مين يصير عندي يا ربي ايه؟ اذبح عجل وطليان اثنين بنفس الوقت عجلين عجلين لو عجل واحد عفوا طليان اثنين يعني وعجل واحد. ايه طيب وذبحت الطليان اثنين. صار لي يعني من 2017 صارت لي ثنية وراها شهر حللوا الساقي صرت حامل يعني وراها عقدت بنتي وراها بشهرين ثلاثة صار عندي ذبحت طليان اثنين وبقى العجل. يعني بس اريد يعني تشرح لي شلون يعني طيب شلون ابشر تسمعين الجواب تسمعين جواب يا ام بنين حياك الله. الله يرضى عليك. الله يرحم والدكم. يا مرحبا يا مرحبا حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال؟ الأخ مزهر تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم. الله يرحم والديك، الله يرضى عليك، تفضل أخي الحبيب. أنا عندي أخوي أخذوه مفقود، أخذوه جماعة. نعم، الله يفرج عنه. نعم. نعم. وراها بأسبوع حلمت أنه من هذول الجماعة أخذوه، قال اسمع لهم ديك. شنو عفوا؟ أخوي أخذوه بالحقيقة. إيه. مفقود. إيه وبالرؤية شفت إيش؟ مفقود اخوي اخذوه بالحقيقه. معلوم نعم ايه والرؤيه؟ والرؤيه وراء باسبوع انه خذت مثل الجماعه خذت معلوم ديكاني قلت لهم هذا مالي. مو الجمله الاخيره مو واضحه، هم اخذوه بالحقيقه ورا اسبوع شفته بالرؤيه ماخذيه ولا طالع من يمهم ولا ايش؟ لا ما هذول ماخذينه وخذت معلوم ديكاني قلت لهم هذا مالي. شفت عندهم ايش؟ شنو قلت له؟ ما 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 كل شيء عنده هاني ما كل شيء عنده استعانة بس وراء أسبوع بالرؤية هذول الجماعة هذول الجماعة ماخذينه ايه؟ لقيت عندهم ديك خدته قلت لهم هذا مالي. لقيت عندهم ديك؟ ايه قلت لهم هذا مالي خدته ايه؟ من عندهم. ها طيب زين أخي الحبيب أخوك شنو كان مجال عمله؟ هاي 4 سنوات كل شيء ما نعرف عنه شيء. أخي الغالي أستاذ مزهر أخوك شنو مجال يعني تخصصه عمله وظيفته؟ ما عنده شيء ما عنده شيء وجو خذوه من البيت. لا مجال عمله يعني شنو يشتغل؟ سائق تاكسي سائق تاكسي. سائق زين يأذن أحيانا بالمسجد ولا ما يأذن؟ لا لا بس يصلي 24 ساعة صلاته بالبيت بالجامع. يصلي بالمسجد دائما؟ سائق تاكسي. يصلي دائما بالجامع ولا بالبيت؟ لا لا. طيب أبشر أبشر تسمع الجواب إن شاء الله أخي الحبيب حياك الله. معنا اتصال؟ أبو مريم تفضل أخي الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أبو مريم. الله يسلمك، أنا عندي حلم، حلمت قبل يجوز 5 سنين هيك. نعم. عندي بيت يعني بنيت بيته ورديت فلشته يعني ما هيكل ما كملته. نعم. بصف البيت ما له هري. حلمت بالليل أنا نايم جاني شو اسمه جاني جبرائيل.
باللي يعني باللي نايم نايم قعدت باللي يمشي هذا النص الجاعية أنا بصف البيت مارك. ما صوت مو واضح، صوت شباب مو واضح وناصي. إجاك بالرؤية منو عفوا إجاك؟ جاني جبرائيل. جبريل نعم. إيه. جاني جبرائيل. قال راح يجينا النبي محمد أنت هنا. صلى الله عليه وسلم. المكان قبل ما يجي. قال راح يجي النبي صلى الله عليه وسلم. إيه قال يجي سيدنا محمد قال أنت راح يجي ونظف المكان أنا ياك وال ومثل أتاني يا مشي أنا يا الملائكة. البيت مالنا مالك مليان الشارع كله مليان ملائكة. نعم. كله لابسة أبيض قال قلت شنو هاي قال كله الملائكة لا واقفين هنا ما يجي ينتظرون بالنبي صراحة. من سألت عن هذول الملائكة شنو قال لك؟ قال لي هاي الملائكة قال واقفين هنا يكون بالرسول سيدنا محمد صراحة يجي لما نظف المكان مال البيت مالك لما يجي. مو واضح الكلام الأخير، يعني هو لأنه النبي صلى الله عليه وسلم راح يجي لبيتك هذول الملائكة اجتمعوا؟ لا قال لي قال واقفين هنا ينتظرون بسيدنا محمد قال ينتظرون به لما يجي. يشتغلون بشنو؟ بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا قال ينتظرون بالنبي لما يجي هنا البيت مالك راح يجي البيت. قال ينتظرون به يعني واقفين هنا ينتظرون به. طيب هذا البيت مالتك أنت بنيته وبعدين ورا فترة يعني هدمت البناء؟ هي فلشت يعني ما صبيتها بس بنيتها هيك. وها ورجعت بنيتها مره اخرى ولا بعد الهدم ما بنيتها؟ ما بنيت لسه اردت لها يعني ان شاء الله كتبنا يعني ان شاء الله. خير ان شاء الله، انتم اخي الغالي ابو مريم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بكثره يعني عليه الصلاه والسلام. يعني عندي سبعه من الكترونيه. نعم؟ عندي سبعه كترونيه الكترونيه السبعه. اي سبعه الكترونيه عافية. ايه يوميا اصلي يصلي جزء 10 سنين اصلي يوميا 2000 استغفر و2000 اصلي على الرسول. 2000 مره اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي و2000 استغفر اقول استغفر الله يعني يوميا يعني ما بيها مجال صلاه. نعم خير ان شاء الله خير. واذا مو زحمه اريد رقمك الخاص. والله الشباب تتفضلون تنطون اخونا ابو مريم الرقم، حياك الله اخي الحبيب يا مرحبا. معنا اتصال؟ معنا اتصال ام انس. ام انس تفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا يا ام انس. اسلم شيخ. شيخ انا اخوي مفقود صار 5 سنوات. نعم. دائما اشوف برؤيا يعني قد بعد صلاه الفجر مره شفت برؤيا يسقي حنطه، الحنطه بعدها خضراء يعني استنبل بها يعني تريد تحصل. نعم. مره شفت رؤيا بي عنده يعني حاشا صراحة عنده هذا جراوة صغار اثنين صغار بيض يجي جراوة حلوات حيل حلوات. شنو عنده؟ جراوة صغار. يعني جرو تكرمين؟ اي اثنين عنده صغار وحيل حيل حلوات يمشي هو وين يمشي وياه. طيب نعم. ما حسيت برؤية يقول انا عندي ولد روح دورة علي اشوفه وين. نعم. يعني ما عرفت سبحان الله. زين هو متزوج يا ام انس؟ لا والله شاب. اكيد ما متزوج يعني؟ نعم؟ اكيد ما متزوج هو تمام؟ اي ما متزوج. طيب ايش قد عمره من يعني فترة ما انفقد الله يحفظه يفرج عنه؟ والله عمره هو مواليد 97. نعم. طيب. شفت رؤية ثانية يا شيخي. طيب نعم. هو صديقه نعم. اجى صلى بيتنا وطلع وقال احنا طيبين لا تخافون يعني ما اعرف صديقه له هو لا صديقه صلى بيتنا ايه؟ صلى بيتنا وطلع صلاه العصر وطلع من يريد يمشي قال احنا طيبين لا تخافون. زين صديقه هم مفقود؟ اي هم مفقود صديقه. الله يفرج عنهم ان شاء الله. خير يا خير رب ان شاء الله. أبشر يا مانس حياك الله يا مرحبا وجزاكم. نعم معنا اتصال. معنا اتصال. الو الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، منو معنا عفوا؟ محمد من صلاح الدين. محمد من صلاح الدين. طيب تفضل اخي الحبيب حياك الله. وياي الشيخ نفسه؟ نعم اسمعك تفضل اخي.
شيخ بلا زخمة، عندي أخويا مفقود. نعم الله يفرج عنه. نعم. أي من الله يسلمك، من 2016 مفقود. من 2016؟ أي نعم، ودائما دائما بالرؤية يجيني، دائما نقعد أنا يا سوا ويجيني بالرؤية، دائما تكرر يعني علي الرؤية أشوفه بالحلم. طيب نعم. أي نعم يعني ماكو يوم إذا ما حلم بي وأشوفه بأدوية وفرحانين بي، أي نعم دائما تكرر هذه الرؤية علي. الله يفرج عنا ان شاء الله وتسمعون عنا اخبار طيبه ان شاء الله. حياك الله اخي الحبيب استاذ محمد، يا مرحبا حياك الله. معانا الاخت منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا، تفضل يا اخت منى حياك الله. نعم. بس انا اريد اعطيك رؤيه على اختي هي. نعم. الزوجه. طيب. نعم. شيخ تقول اني يعني صاعده على عمارات عاليه. نعم. وبهاي العمارات اسلاك مال كهرباء. نعم. فهي دا تمشي على الأسلاك، وعلى الأسلاك حمام زاجل. نعم. فهي واقفة قاعد تنطيهم أكل حنطة. نعم. فتقول أنا واقفة هيجي يعني قاعد تضحك على السماء، وإنه الشمس اثنين شمسين. نعم. يعني هيج شرقت تقول، والشمس يعني هي ضواها حلو، يعني مو حرارة قوية بيها، يعني الشمس حيل حلوة تقول دافية. نعم. إيه تقول وقعدت. متزوجة هي؟ اي متزوجة. طيب خير ان شاء الله. انت عندها اطفال عفوا؟ اي عندها ولد. ماكو مشاكل ماكو مشاكل مع زوجها او خلافات؟ والله لا. طيب. بس هي يعني يعني حالتها الصحية مريضة. مريضة؟ اي نعم. ربي يشافيها ويعافيها ان شاء الله، ابشري. تعالوا تدعينا انه الله يشافيها. الله يحفظكم، دعاء الصالحين، نسال الله ان شاء الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها ويعافيها، حياك الله يا مرحبا. معنا اتصال؟ الاخ طه تفضل اخي الحبيب. نصينا التلفزيون وسمعنا من الجوال، تفضل اخي الكريم، حياك الله. اي نعم احكي. انا بالنسبه لي صوت ناصي وياي. نعم. قبل مدة مات صديقة لي. نعم. قبل مدة مات صديقة لي. يعني من منطقة كل تعزز علي. مات صديقك. نعم. قام يجيني في الحلم. ايه. مرة مات أبو تاريخ كان بوسني. صوت ونكت. مو واضح يعني يعني بالرؤيه شوف صديقك اللي هو توفى بعد شنو شوف بالرؤيه؟ نعم قطع الاتصال بالاخ طه. اتصال اخير معانا منه زمن، تفضل. السلام عليكم. تفضل اخو الزمن. نعم حياك الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اليوم شفت بالرؤيه انه نعم. اريد اشتري نعالات. نعم. تكرم. تكرمين. نعم. النعال كان واحد لونه اسود والثاني بنفسجي. نعم. واني محتاره بيناتهم سنين الحين. نعم. فاني اريد اختار الثاني لبسته كان كلش مريح. نعم. ورجعت اخذ الاول اباوع عليه انه النعال عالي تكرم بيه علو. نعم. فعجبني اريد اخذه. طيب نعم. اي بعدها اني شيخ انا قمت اذن. نعم. أذن بالبيت وأحكي ويا نفسي أقول الآذان هذا راح يطرد الشياطين من البيت. نعم. ما يخليهم بالبيت راح ينهزمون. طيب نعم. طيب والشيخ إذا مو زحمة رؤية لوالدتي. ماشي نعم. تقول أنا بالرؤية أقول اللهم نعم. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ما شاء الله. نعم. هذه الرؤية. الوالدة أمية تقرأ تكتب؟ لا تقرأ وتكتب. تقرأ وتكتب، عندها اهتمام يعني بالمجال العمل الدعوي يعني وعظ الناس تذكيرهم نصيحتهم أو شيء من هذا القبيل؟ اي اي. طيب عفوا بالنسبة لي أخو الزمن طالبة؟ أنا ماجستير. ماجستير، كان عندك شوي تردد بقضية اختيار التخصص، اختارتي تخصص بعدين غيرتي أو شيء؟ اي بس حاليا أنا مأجلة الدراسة. قصدي التخصص الدراسي غيرتي انت ولا بقيتي على نفس التخصص؟ حاليا انا متردده اريد اغيره بس لكن تركته للزمن يعني عفته. لكن انا متزوجه يعني.
طيب خير ان شاء الله، ربي يحفظكم، ابشري تسمعين الجواب ان شاء الله، حياك الله. نعم نكتفي بهذا القدر من اتصالات، ناخذ فاصل ثم نعود اليكم. حياكم الله من جديد أحبتي الأكارم، كان معنا مجموعة من الاتصالات نبدأ بتفسيرها وتعبيرها، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه. بداية كان معنا الأخت زينب تقول أن أختها رأت بيت جيرانهم يحترق، فتسأل عن أنها يعني بدأت تنادي عليهم أن يطفئوا النار لكن لم ينتبهوا لها، ثم بادرت هي بإطفاء تلك النار، ثم يعني صار لون يديها أبيض. أقول يعني هو قضية النار لها دلالات حقيقة كثيرة، أحيانا تدل على الذنوب، وإطفاء هذه الذنوب يدل على الاستغفار والتوبة، فقد يكون لأختك يعني دور مع جيرانها من خلال وعظهم، تذكيرهم، نصحهم، أمرهم بالمعروف، نهيهم عن المنكر، إن شاء الله يكون لها دور طيب وإيجابي. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلا قضية الصلوات الخمس، قال يعني تحترقون تحترقون فتأتي الظهر فتطفئها، ثم تحترقون تحترقون فتأتي العصر فتطفئها، إلى آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني بين فيه يعني أن العبد يكاد أن يكون حطبا للنار أو أن يكون من أهل النار، لكن تأتي هذه العبادات وهذه الطاعات والمكفرات فتطفئ نار جهنم عن هذا العبد، كما هو الحال بالنسبة للصلوات الخمسة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وغيرها من العبادات. والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ويعني يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فمن كرم الله عز وجل على عباده إن الحسنات يذهبن السيئات، فيعني هذا الاحتراق أو النار أحيانا تدل على الذنوب والمعاصي، وإطفاؤها يدل على الاستغفار والتوبة، ولها دلالات أيضا أخرى، أحيانا النار أحيانا تدل على الفتنة، وإطفاؤها أيضا يدل على إخماد نار الفتنة أو إطفاء نار الفتنة، والله أعلم. كون يعني يديها صارت بهذا اللون الأبيض إن شاء الله يعني يدل على الصفاء أو يدل على النقاء، أو أيضا يدل على يعني الأجر يعني المترتب على عملها في دعوتهم إلى الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتذكيرهم، أو أنها قد يكون لها يد يعني بيضاء تجاه جيرانها من حيث الصدقة أو غيرها، والله أعلم. كان معنا اتصال الأخت أم يوسف، انقطع معها الاتصال نأسف منها. اتصال ثاني كان الأخت صابرين، يعني رأت في الرؤيا أنها مع خطيبها ووالدها في بستان كانوا يقلمون أشجاره، يقلمون أشجاره، بستان تين. أقول يا أختنا صابرين الله تعالى أعلم، يعني أحيانا البستان أحيانا يدل على عمل الإنسان، والأشجار فيه تدل على حسناته، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن للجنة غراس، كما ورد في حديث أو أكثر من حديث منها أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يعني مر ببعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وظنه سيدنا إبراهيم عليه السلام، أنه قال له أن يعني غراس الجنة هو سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، هذه كلها عفوا تحصل من خلالها على غرس في الجنة، غرس أشجار. وأيضا من قال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم غرست له نخلة في الجنة، كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله يعلق على هذا الحديث ويقول فانظر إلى مضيع الساعات كم فاته من النخيل في الجنة. هذا من جهة يعني أحيانا تدل على أعمال الإنسان الصالحة، فالدنيا عبارة عن مزرعة للآخرة، فحين يرى الإنسان أنه يزرع بستانا أو يرعى بستانا أو يهتم بأشجار ذلك البستان إن شاء الله يدل على خير، فقد يكون يعني يدل على مشروع خير وطاعات تشتركين فيها أنت والزوج والوالد وغيركم إن شاء الله من أهل الخير. كونك يا أخت صابرين تمشين مع ناس مسيحيين وعندهم مكان للعبادة ذهبت إليه لكن كنت ترددين يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يعني هو يعني مخالطة الناس أحيانا لها دلالات، إما أنها تدل على أن هذا الإنسان يعني متأثر بدينهم أو أنه يجاورهم
فبينه وبينهم حقوق الجوار، حتى إذا كانوا غير مسلمين لهم علينا حق الجوار، أي أن نحسن جيرتهم، وهذه صورة من صور الدعوة إلى الله عز وجل. أو أحيانا في مجال عمل أو وظيفة فيكون معي ناس من دين آخر، أنا مطالب أن أتعامل معهم بالحكمة وبالتي هي أحسن، لأن هذا بحد ذاته هو دعوة إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهؤلاء ليسوا محاربين، يعني ليسوا كفارا محاربين، فالكافر الحربي نتعامل معه بشيء، والكافر إذا كان من المعاهدين أو كان من أهل الذمة أو غيرهم أو يعني المسالم هذا يتعامل معه بطريقة أخرى. أحيانا يعني المشي معهم يدل على التأثر بدينهم أو ببدعهم أو ضلالاتهم أو شركياتهم، لكن بما أنه أنت أصلا يعني راضعة مع من عائلة يعني مسيحية أو العكس، فقد يدل على شيء من التقارب بينكم بسبب الرضاع ليس إلا. والدليل على ذلك أنك كنت ترددين، يعني أنت قد تختلطين بهم بسبب وجود الرضاع بينك وبين هذه العائلة أو بين فرد من هذه العائلة وعائلتك على العموم. فإذا كان هذا الاختلاط بحدود ما يأذن به الشرع، لكن أنت محافظة على ثوابتك العقائدية، والدليل على ذلك أنك كنت ترددين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وشهادة أن لا إله إلا الله أي أنه لا معبود في هذا الكون بحق سوى الله عز وجل، فهو واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنحن لا نقول عن الله عز وجل أنه ولد ولا أنه ولد، يعني أنه لم يلد أحدا ولم يلد أحد كما قال سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص، على خلاف النصارى الذين يدعون أن عيسى مثلا يعني ابن الله، نعوذ بالله من هذا الشرك ومن هذا الكفر ومن هذا الضلال، أو غيرهم الذين قالوا أن عزيرا ابن الله. وإنما نحن المسلمون نقول الله عز وجل واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإن شاء الله يعني أنت على خير يا أخو الصابرين. الرؤيا تذكر أنك مع ربما اختلاطك بأناس سواء كانوا من أهل العصيان أو من أهل الشرك أو من أهل الضلالات أو غيرهم، لكن أنت ثابتة على دينك. ومع ذلك الإنسان يتحرى، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، والله عز وجل يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وكما يقال أخبرني من تصاحب أخبرك من أنت. أم بنين تقول أنها تزوجت من عام 2003، ليس عندها أطفال، تقريبا قريب 17 سنة ما صاروا لها أطفال، ثم بعد ذلك تفرغت للعبادة سبعة أيام تدعو الله عز وجل وتناجيه وتلح عليه بالدعاء، مع أن الأطباء قالوا لها يعني أنت يعني لا تنجبين أطفال قطعا، لكن مع ذلك هي لم تيأس، وهذا ينبغي، هكذا ينبغي أن يكون المسلم والمسلمة، المؤمن والمؤمنة، مهما كانت الظلمات حالكة من حوله، مهما كانت الأزمات شديدة من حوله، مهما كانت الحياة متعثرة وصعبة، لكنه لا ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمة الله ولا من فضل الله، وإنما يتوكل على الله عز وجل ويصدق في الطلب. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لو كان المضطر كافرا لأجاب الله دعاءه، فكيف بمسلم يركع لله ويسجد لله ويخضع لله ويدعو الله ويناجي الله؟ فلا شك أنه لا يرد خائبا، لا شك أن الله عز وجل إن شاء الله يستجيب دعاءه، وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بارك الله لك في نفسك يا أختنا أم بنين وفي ذريتك. بقي السؤال، النذر، طبعا النذر الإنسان ملزم بالوفاء به، مع أن العلماء لا يستحبونه ابتداء على اعتبار أنه يعني صدقة البخيل، أو أن الإنسان يتعبد لله عبادة مشروطة، يعني يا رب إذا رزقتني ذرية أنا أتصدق بكذا، يعني مفهوم المخالفة، إذا لم ترزقني شيء لن أتعبد لك بشيء. فالأفضل أن نتعبد الله عز وجل بعبادة غير مشروطة وبغير النذر، مثلا بالصدقة، أنه أنا مثلا مريض أو أنه أنا لا أنجب، فأتصدق بنية أن ييسر الله لي الإنجاب، أو أن الله رزقني فأتصدق بنية شكر هذه النعمة أو بنية حفظ هذه النعمة، وهكذا. فأبواب الخير كثيرة، ينبغي أن نتجنب النذر. لكن هل يلزمنا الوفاء به؟ نعم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
من نذر أن يطع الله فليطعه، من حلف أن يطع الله فليطعه، فأنت نذرتي هذا نذر طاعة، الأولى أن تفين به. بقي ما الذي يحدد لك؟ أنت نذرت مثل خروفين وعجل، أنت ملزمة بذبح الخروفين والعجل. إذا اشترطت أن يكون يعني بالنذر قلت يعني خروفين وعجل في مرة واحدة، هنا يلزمك أن تؤدين النذر في مرة واحدة. لكن إذا بقي على الإطلاق، المهم أنت قلت خروفين وعجل، سواء كان خروف بعد خروف وبعدها عجل، تقدمين العجل تؤخرين الخروفين، أنت في سعة، لا تضيقي على نفسك في أمر وسع الله فيه عليك. إذا حددت قلت خروفين وعجل في مرة واحدة وفي دفعة واحدة، أنت ملزمة بالسداد به بدفعة واحدة. لكن إذا قلت خلاص خروفين وعجل تذبحينها لوجه الله عز وجل، إذا رزقك الذرية، الآن رزقك الذرية، ذبحت الخروفين إن شاء الله مقبولة، متى ما تيسر عندك أن تشترين عجل وتذبحينه بنية سداد الدين أو النذر الذي في ذمتك، فهذا يكفي إن شاء الله. لا يلزمك أن يكون مجتمعين ما دام أنت ما حددت أن يكون مجتمعين. هذا اللفظ لا، هذا غير ملزم، أن تقولين خروفين وعجل وأنت نيتك أن تذبحين خروفين وعجل، لكن مجتمعة ومتفرقة نفس الشيء، إذا لا يلزمك أن يكونوا مجتمعين. الخروفين خلاص مجزئة إن شاء الله، ومن يصير عندك يعني مال اشتري عجل وذبحي بنية أن يكون وفاء للنذر الذي في ذمتك، والله إن شاء الله يحفظ لك أولادك ويجعلهم من الصالحين. أخونا مزر يقول أخوه مفقود دائما يراه في الرؤيا أنه يأتي إليه ويجلس معه يكلمه إلى آخره. بعدين عفوا يقول أنه رآه في رؤيا أنه وجد الناس الذين اختطفوا أخاه وكان عندهم ديك، فقال هذا الديك لي فأخذه منهم. يعني هو إن شاء الله خير أخي الحبيب، يعني هو الديك له دلالات، أحيانا يدل على يعني ملائكة، أحيانا يدل على إنسان من أهل الأذان أو إنسان مهتم مثل بصلاة الجماعة في المسجد، فكونك وجدت عندهم ديك وأخذت هذا الديك قد يكون فيه إشارات يعني أن الله عز وجل يفرج عن أخوك يعني في المستقبل ويرده لك ولأهله إن شاء الله سالما غانما معافى، والله تعالى أعلم. يعني على اعتبار أن الديك أحيانا يدل على رجل، يعني في دلالة يدل على رجل، فبما أن هذا الديك كان يعني من حيث التملك هو لك فقد تكون دلالته على أخيك. أسأل الله إن كان حيا أن يرده إليكم سالما غانما معافى عاجلا غير آجل يا أخونا مزر، والله أعلم. أبو مريم يقول قبل 5 سنوات كان عنده بيت، وهذا البيت يعني هدمه وبعدين بدأ ببنائه من جديد، رأى في الرؤيا كأنه يرى جبريل عليه السلام وقال له ينبغي أن نهيئ هذا المكان ونظف هذا المكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إلى هذا المكان، وكان البيت كان مملوء فيه مملوء بالملائكة الذين كانوا بانتظار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول لأخونا أبو مريم إن شاء الله هذه الرؤيا فيها بشارة خير لك وبشارة خير في حق بيتك، فإن شاء الله بيتك بيت مبارك وأنت إن شاء الله من أهل الخير وأهل البركة، نحسبك والله حسيبك. بما أنك من المكثرين من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصلي عليه في اليوم والليلة 2000 مرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، يعني بال2000 الله يصلي عليك 20,000 صلاة. وصلاة الله ما هي؟ رحمة، مغفرة، عفو، تيسير، لا يدرك يعني حجمها ولا مقدارها ولا معانيها إلا الله عز وجل. الله عز وجل يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فصلاة الله عز وجل مغفرة ورحمة وهداية وإخراج من الظلمات إلى النور، لها معان عظيمة كثيرة. الأمر الآخر أنك حين تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يعني سخر ملائكة سيارة يتنقلون من مكان إلى مكان، يعني يتفقدون المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل، وملائكة أيضا يتفقدون من يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقلوا الصلاة والسلام إليه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل ما من مسلم يصلي ويسلم عليه إلا رد الله روحي إلى جسدي فأرد عليه السلام. قالوا كيف وقد أرمت يا رسول الله؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله الرؤيا يعني تدل على خير، أن بيتك تحضره الملائكة وتشهده الملائكة لأنك إن شاء الله وأهل بيتك تكثرون من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه طبعا لها بشارات كثيرة، من بينها أن يكفيكم الله ما أهمكم، أن يغفر الله لكم ذنوبكم، أن يصلي الله عليكم بصلاتكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يسلم عليكم رسول الله بسلامكم عليه صلى الله عليه وسلم، هذا بالإضافة لأمور أخرى كثيرة والله أعلم. أنس تقول أن أخاها مفقود. شوف يا أخوان في كل حلقة أكثر من اتصال يأتي إلا ما قدر الله،
على قضية شهداء، على قضية مهجرين، على قضية مفقودين، هذا جزء كبير من معاناة الشعب العراقي، وحسبنا الله ونعم الوكيل على أعدائنا الذين يعني تسلطوا علينا وظلمونا، وعلى أبناء هذا البلد الذين خذلوه وخانوه ويعني وصادروا حرياته ونهبوا خيراته، وكانوا سببا أيضا في تهجير أبنائه وفي سجنهم والمفقود منهم وغيره، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم تقول يعني أخوها مفقود منذ 5 سنوات، دائما تراه في الرؤيا، رأته في رؤيا كأنه يسقي زرعا للحنطة، كأنه قد استحصد، وكان حوله أجلكم الله جراء صغيرة جميلة، ويقول أن عنده ولد، ابحثوا عن ابني إلى آخره، علما أنه اعتقل في عمر قريب يعني 25 سنة أو قريب 20 سنة عفوا يعني، وأيضا هو اعتقل منذ 5 سنوات يعني. فالمهم نقول يا أخوتنا أم أنس، يعني الزرع كما قلنا يعني الدنيا هي مزرعة الآخرة، فإذا كان يرعى شيئا قد يدل على عمل ينفعه الله عز وجل به، حيا كان أو ميتا من الأعمال الصالحة. والحنطة يعني لها دلالات حقيقة، أحيانا تؤخذ من حيث المبنى الحنطة والحطة إلى آخره، وأحيانا تؤخذ من حيث المعنى كما فسرها يوسف عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قال إني أرى 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، ففسر السنابل الخضر بماذا؟ بسنين الخير والنماء والبركة والزيادة، والسنبلات اليابسة فسرها، ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد يأكلن، عفوا قال تزرعون 7 سنين دأبا، فذكر سنين الزراعة والإنتاج، ومن ثم السنبلات اليابسة سنين الادخار والحيطة والاحتياط لصعوبات الحياة، والله أعلم. فإن شاء الله يدل على خير، والله أعلم إن شاء الله. كونه يقول أن عندي ولد وهو ليس عنده ولد، يعني هو أحيانا ولد الإنسان يعني هو يدل على الولد نفسه، وأحيانا يدل على ما تركه هذا الإنسان، قد يكون ترك صدقة جارية أو سنة حسنة باقية أو مكتبة مثلا أو مصحفا ورثه أو ساهم في بناء مسجد أو في مشروع خيري أو غيره، فهو يتفقد هذا العمل لأنه يأتيه ريعه ويأتيه خيره إن شاء الله في حياته وأيضا بعد وفاته، نسأل الله أن يفرج عنه إن كان حيا وأن يرده إليكم إن شاء الله سالما غانما معافى يا أخوتنا أم أنس، والله أعلم. نعم كان معنا أيضا اتصال للأخت أم أنس الثاني، تقول أنها يعني رأت صديقة أخوها يعني كأنه يصلي في بيتهم، ثم يقول لا تخافون علينا لا تخافون علينا، فأقول إن شاء الله يعني هي طمأنة لكم بأحوالهم. يا أخواني يعني المفقود إن كان حيا فلا تخافوا عليه، فالله يرعاه والله يكلأه والله يحفظه، وإن كان ميتا فالله أيضا إن شاء الله يرحمه برحمة الواسعة ويغفر له بمغفرته الواسعة، فهو من باب الطمأنة لكم، والله أعلم. محمد من صلاح الدين يقول أخوه مفقود أيضا من 2016، دائما يراه في الرؤيا، يأتي يكلمه يجالسه ويسلم عليه، هذا غالبا يكون أخي الحبيب محمد من صلاح الدين، يكون من حديث النفس، لكن مع ذلك إن شاء الله حسب الرؤية، إذا كانت الرؤية فيها من الإشارات وفيها من البشارات وفيها من الدلالات قد يكون يدل على شيء يخص حياته أو يخص وفاته، لكن هذه الرؤية ليس فيها شيء إلا أنها من حديث النفس، لأنك مشتاق لأخوك، لأنك تحدث نفسك برؤيته، ترى في الرؤية أنك تجالسه أو تؤانسه أو تآكله وغير ذلك، والله أعلم. بقي عندنا 3 رؤى، الأخ المخرج يقول كم بقي معنا وقت؟ ده دقيقتين، تمام. آخر شيء عندنا الأخت منى عفوا تقول أن أختها متزوجة، رأت أنها تصعد على عمارات عالية كأنها تسير على أسلاك الكهرباء، كان على مقربة منها حمام زاجل كانت تطعمه الحنطة، ورأت كأن هنالك شمسين، لم تكن الشمس حارة لكنها كانت دافئة. قول يا أختنا منى، بما أنه قلت أن أختك يعني هي في الأصل مريضة، الصعود غالبا يكون محمودا إلا إذا كان صعودا شاهقا، لأن الخير كما قلنا يعني درجات، والبر درجات، والجنة درجات، وكونها تطعم الحمام أيضا كأنه فيه إشارة على الاستشفاء بالصدقة، سواء كانت على الإنسان أو حتى على الحيوان، فامرأة دخلت النار فيه الرحبستها، وبغي دخلت الجنة في كلب سقته شربة ماء، ومن أعظم ما يستشفى به من المرض هو الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقات، وكون الشمس يعني كأنها يعني كانت في حال ثم رأت
حالا اخر يعني الشمس الثانيه التي كانت دافئه كانها تدل ان شاء الله على انتقالها من حال الى حال. نسال الله ان يكتب لها الشفاء من كل داء والعافيه من كل بلاء، والله اعلم. اخر شيء الاخت زمن تقول انها رات كانها تذهب الى السوق لتشتري حذاء، اجلكم الله، كان هنالك حذاءين كل واحد بلون، واحد منخفض والاخر كعب عالي، اختارت منهما واحدا يعني اعجبها، ثم بعد ذلك فكرت ان تغيره. قلت يعني هل انت في مجال الدراسه يعني متردده في يعني تحديد التخصص او غيرت التخصص؟ قالت نعم. قل والله تعالى اعلم، يعني ممكن يكون هذا يدل على ماذا؟ على ترددك في اختيار التخصص في الدراسات العليا، وانا انصحك ان تصلي استخاره وان تستشيرين اهل الاختصاص حتى تحددين يعني تخصصا ان شاء الله ينفعك وينفع المسلمين. اسال الله ان يفتح عليك يا اختنا زمن. اخر شيء الوالده تقول انها رات في الرؤيا انها تقول اللهم يعني تقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. هذا القول جاء على لسان حبيب النجار وهو رجل صالح كما ورد في سوره ياسين، حين قتله قومه وهو يدعوهم الى الله عز وجل، الله عز وجل يعني أراه يعني مقعده من الجنة، فحين رأى مقعده من الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فإن شاء الله يعني هي تدل على أن الوالدة قد تكون مهتمة بمجال العمل الدعوي، وعظ الناس، نصحهم، تذكيرهم، دعوتهم إلى الله عز وجل، أو أنها أيضا حريصة على هداية الناس وإن كانت بضاعتها مثلا متواضعة أو محدودة. وهذا إن شاء الله إن دل على شيء يدل على خير، أسأل الله أن يرفعنا وأن يجعلنا إن شاء الله وإياكم من الدعاة إلى سبيله ومن طلاب العلم العاملين والدعاة المخلصين، وأن ينفعنا بذلك في ديننا ودنيانا وآخرتنا، اللهم آمين. حتى نلقاكم على خير، لا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.